السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية ورمضان كريم. الفيديو تاع اليوم هو عن طريقتي في تحضير طاجين الجلبانة مع اللحم والكفتة. صح كما تعرفوا طيبوا الجلبانة، لكن كل وحدة وطريقتها في التحضير، وعلى بها جيتكم بالطريقة ديالي واللي نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجابكم. اول حاجة نجيب الطنجرة ديالي ونضع فيها الكمية من اللحم حسب عدد الافراد بيان سور، ونحطها في البداية على النار تكون هادية حتى نضيف كامل المكونات ديالي باش نزيد للنار. نزيد من بعد حبة بصلة كاملة، ونقعد نخلط بشوية بشوية. من بعد نضيف القليل من الزيت النباتي، الزيت العادية. أما بالنسبة للتوابل مش نعمل الفلفل أسود، نزيد كذلك ملعقة تاع نصف ملعقة عفوا تاع كركم، ونفس الشيء نصف ملعقة تاع الطاجين. هذا سبيسيال الطاجين، يعني خلطة تاع الطاجين تجبروها عند اللي يبيع التوابل تنباع جاهزة واللي تعطيك يعني جو سبيسيال في أي طاجين تحضريه، سواء تاع الجلبان تاع الزيتون، يعني يجي روعة. وزدت كذلك شوية تاع عود القرفة، وأكيد نزيدو شوية ملح وخلاص. ونحاول يعني قبل ما نزيد الماء نزيد يعني نشحر اللحم ديالي والبصل مع التوابل غاية الغاية باش تعطيني واحد الريحة تجي هايلة، وهي الأساس يعني في أي طاجين ديرو من الأحسن حتى تقليه وغاية الغاية دوك لي زيبيس التوابل مع اللحم والبصل، عاد باش تضيفوا الماء في الأخير باش يجي واحد البنة في البلاط ديالكم اللي تحضروه تجي بنينة. ومن بعد زدت القليل من الماء، حسيت بلي ديك الماء تاع البصله نشف لي، ونزيد نواصل في التشحار تاع اللحم ديالي والبصل. عاد من بعد باش نزيد القليل القليل فقط تاع الزعفران، لاني كنت عملت الكركم حتى هو يطلق اللون الاصفر، زدت القليل فقط. انا من النوع اللي نستعمل الزعفران والكركم يعني شويه من شويه من باش نتحصل واحد اللون يجي مليح في المرق ديالي. ولا لاحظتوا ما حطيتش الطماطم، لاني راح نعمل الطماطم المصبره في الاخير. يعني كما راكم تشوفوا بعد ما ضفت الماء، بعد ما تشحر غير داك اللحم ديالي ضفت الماء، عاد هنا باش نضيف ملعقه تاع الطماطم، نحسها بلي تعطيني نكو احسن من الطماطم اللي نبشرها. هكذا خلاص نخلط كلش ونغطي على الطنجره ديالي، ونخلي داك اللحم والجلبانه يطيبوا بالخف، يعني حتى اني حطيتهم للزوج يعني جلبانه مع اللحم، لان اللحم ديالي هذا في الحق خفا يطيب ما ياخذليش وقت كبير. على بها حطيتهم للزوج ونغلق على الطنجره ونخليهم يطيبوا. والحين نمشي نحضر الكفته ديالي. واش نعمل فيها؟ نعمل فقط الكمون، الملح، فلفل اسود، وقزبر ناشف، وحبه بيض، ونخلطهم. وحبه بيض هما كنت قلتها في فيديوهات سابقه، لما توضعوها من الكفته وتوضعوا الكفته في المرق يبقى محافظ على الشكل ديالو ويعطيها داك الانتفاخ، يعني النظره تاع الكفته ديالنا تجي هايله، ما تجيش ديك الكفته اللي كما حنا نقولوا تمشى والهابطه. من بعد نمشي نشكل اما على شكل بيضاوي او هاد دويرات وما كيفاش تحبوا. هكذا باش ما يوجد المرقه ديالي كما تشوفوا راها وجدت هنا، عاد باش نضيف لها يعني تكون طابت خلاص، عاد باش نضيف هادو الكريات تاع الكفته ديالي ونخليهم يتجمروا لمده 5 دقائق او 10 على الاقل. هنا اخلاص، وكاين اللي يزيد حتى حبه تاع البيض من الفوق. انا بما اني عملت الكفته ما نعملهاش، لكن لو كان ما عملتش الكفته كنت نعمل يعني نفقص هكا حبيبات تاع البيض، يجي هايل هايل كذلك مع الجلبانه. وهنا الطاجين تاع الجلبانه ديالي خلاص راه جاهز، مع اللي غير نمشي نحطو في صحن التقديم، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان شاء الله انه الوصفه ديالي تكون عجبتكم، ونقول لكم الا كنتو تفرجوا نتوما صايمين نقول لكم صحه فطوركم، والا راكم تفرجوا نتوما فاطين نقول لكم صحه سحوركم. وان شاء الله رانا نتلاقاو في فيديو جديد. باي.